نعمل فيها من كل زوجين اثنين. وهلك إلى ما سبق Yeah.
Oh,
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل إنا لم وفوا نصيبهم غير معقول ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة إلا قليلا ممن أنجينا وتبع الذين ظلموا ما أضلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون لا تجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ورحم ربك ولذلك خلقهم رحمة كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نبص عليك من اباء الرسل ما نثبت به وعدك جاءك في هذه الاقوى موعظه ولذلك للذين لا يؤمنون عبدوا ما كانتهم الا عاملون الا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله عبد في غيابة الدب وعلى الله يا رب 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 يا رب
لهن متكا واتت كل واحدة منهن سكينا وغالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وغطن أيديهن ولا شيء إلا إن هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم وإن لم يفعل قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله وقال للذي ظن أنه ناج
من وقد ضيع ربي العزى وشهد يا ربي غلب ذا السن من حسن. وقال الملك إني على سبع بقرات مسمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها المفتوني يأكلهن صبع رجاب وسبع صفات وما يابسات لعلي أرجع إلى ناس العالم يعلمون. ولا تزرعون سبع سنين دابا فما يصد بدل في سبل إلى أغري مما تكون وقياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدم لهم إلى أغري مما تكون من بعد ذلك وَمَا أَنْتَ بِعَابِدٍ غَيْرَ اللَّهِ إِنَّكَ لَصَادِقٌ قَالُوا وَأَقْرَرْنَا
اليتيم قبل وعاء أخيه ثم سرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فأسرق أخ له من قبل فأسر يوسف لنفسها يد على ما لا تكر مدى قالوا يا أيها الغني إن له أبا شيخا كبيرا فقد عدنا مكانه إلا قبل المسلمين ألم عاد الله نأخذ قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرط في يوسف وأنا السماوات يمرون عليها
فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا من نشاء ولا يرد بأسنا الله بالمجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى لكن تسير الذي ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدي لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون أولي مد الأرض وجعل فيها رواسي ونارا ومن كل الثمرات جعل فيها كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم بالحسنى والذين لم يستجيبوا لولا أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلها ما لم تدر فيه صالح الرسول
ابتغاء وجه ربي وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم